بازي كرمل هذا على بالي خد بيجي 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 يصير ملعب بكل سنة بهاري بهاري ها ولا غير جدي صار ما كان دور حشتي حشتي صار في قنديتشي وبيبقى دي أبقى جوك قمار الفيدك عم تخوازن هون جي مساعدة مار بكن وبقى دي أبقى زاروك ما قشنا خوش تكافن وعم تقا باقش دك الناك جي هاي قمارك ها بالا خوفتني دي ولا الناف قنديتشي وعم تخوازن قدر كيف دفركي و مساعده مربكن كاريز هاش مربين برا باقشي شي يبقى دي كاس فالا ناب و باقش كجي و اوقاز بالا الفردمين و نخوشا كورونا شي و افقا نخوشي شي و خبان هافيني قالكي زحمته قمارا قالكي هي اري انا و زاروكي ماشي كش من نخوش كفن و شي دفن مخاز و مساعده مربكن ولا ما اني كار بس برا مساعده مربكن يعني قالك مال هنجي وضعيا و نقصه اري كن زاروكي ما بجوج كن زاروكي ما نخوش تكبن وقماره وسباله وحموتي دبي دري ما تبرفع جوكا دي سيدا هنا كي قلت كي تعدين ماتكي جالي سينغا مدى ربو مريا ام نخوشن ام بيدكي مزنن زاروكي ما بجوج كن احمدتينا تشي عندي قماره وحفات البيني خاش خور ميزين كي في قماره تحمليني وقتك واو بحملين اميشي بحملين ام خوازم مساعده كي من مربكين ون علي كاري كي مربكين اري والله اب حبت حلب دركتنا نجيم بدان السيم هاشش ما اصر تختور ما تشوم جنبرجس حتى نجيم رحت بو زحمتي اف جوك جوتشي بانا شبركو قال قمار وربو جي تشيد بي واف حبت حلب جي درت كافين بينا نباشا جبو زارو كاجي وجبو مزناجي جوكيت نافا كوندا نتنزيمن شبركو حريكي او جو كلو يا وفا فا مدبينن يعني تيري غار تشتك جيرتنا قولو ولي نخماندن درخستيه ولو يا جا ام توازن گو مساعدا کبه کی به وره جمر فازر ظرف صحی چکر با باش کو بالنسبة لمشاريع العام 2023 تم تخصيص عدة مشاريع منها مشروع الصرف الصحي في بلدية قامشلو تم تخصيص مبلغ 57 ألف دولار للمشروع المذكور وبطول 3100 متر موزع على كافة الأحياء في بلدية قامشلو ومنها والقرى المجاورة منها قرية نافكور صغيرة وقرية نعمتلي. قرية نعمتلي تم تخصيص 300 متر طولي للمشروع المذكور لخدمة الأهالي وعدم وجود صرف صحي في القرية المذكورة. مشروع قرية نافكور الصغيرة تم تخصيص 800 متر طولي وبمبلغ يعادل 11 ألف دولار تقريبية لخدمة الأهالي لعدم وجود مشروع الصرف الصحي في القرية ولوجود آبار المياه الشرب في القرية وجود آبار مياه الشرب حيث أحيانا تختلط مياه الشرب مع الصرف الصحي الذي يسير فوق الأرض لذلك خصصنا 800 متر طولي القرية المذكورة إن شاء الله بالشهر الخامس أو السادس سيتم العمل في المشروع حسب الإعلان أو حسب نظام البلدية أو سيستم البلدية.